قال ويقدم فرض العين على فرض الكفاية. يقدم فرض العين على فرض الكفاية ما لم يلحق فرض الكفاية مصلحة تقتضي تقديمه فتقدم صلاة الفرض على صلاة الجنازة كما نفعل نحن هنا، نصلي على الجنائز بعد الفريضة لكن لو فرضنا أن الميت عرضت له حالة يخشى معها أن يتغير لو بقي لسبب من الأسباب، فإن صلاة الجنازة تقدم لعارض. نعم.